نجم كرة القدم الأمريكية السابق أورنتل جيمس سيمسون يأمل بأن تفتح المحكمة ملفا جديدا في قضية السرقة والسطو المسلح، محاولا إقناعها بأن محاميه السابق لم يمثله بشكل جيد. وكان عام 2008 قد أفاد أمام محكمة لاس فيغاس أنه خلال أحداث جرت في أحد الفنادق حاول استعادة أغراض له ذات قيمة كانت قد سرقت منه، لكن المحكمة لم تصدقه وحكمت عليه بالسجن. في الولايات المتحدة مثل هذا الطلب عادة ما ترفضه المحاكم.